بحبش العدسة. ما عورك مبور وما عورك خلاص ما تحس بشيء. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم جينا بفلوج خطير اللي احنا بنشيك على عيون عادل. طبعا انتوا شفتوا في فلوج ثاني اللي كانت عادل عينه متعوره ودينا الطبيب وركبوا له عدسه. اليوم بنشوف الطبيب راح يشيل العدسه ولا لا. ودك يشيلها؟ اي بس لو بعد لو شالها شنو بعدين؟ يمكن تعورني. يمكن تعورك، بس اذا عورتها الطبيب راح يرجع يركب له العدسة. فالحين هو راح نروح نشوف الجرح التأم، لأنه هو كان الجرح وايد كبير 80%، والعدسة هذا شيء جديد حاطي له بدال المرهم بدال يسكرون عينه. فما شاء الله العدسة وايد زينة كانت. لما بيتسبح لما بيسوي أي شيء يلبس نظارة السباحة بس تكون الأصلية ويتسبح، صح؟ وإيدنا على قلبنا إحنا كذي مثل ما شفتونا بالشالي. فالحمد لله شالي عدي على خير. الحين بودي الطبيب بتشيك عليه وراح تشوفون الطبيب شو يقول، وان شاء الله تصير عينه زينه. اذا ما صارت زينه راح يحتاج بعد اسبوع، يعني لازم يلبس العدسه تقريبا لابسه الحين 10 ايام، يمكن يبي له بعد اسبوع. تابعوا الفلوج. الحين بيسوي له فحص النظر وهو لابس العدسه. شوفوا هنا سوينا الفحص. لا لازم تسكر عينك، ما يصير. لازم تسكر عينك. لا ما يصير، ما يصير تقش. يلا والله ما قدرت اشوف من بعيد. الصخ كمامك تحت اخير شيء رقم. نزل كمامك عشان تشوف بعينك. يمين يسار فوق تحت. يمين فوق هذه تحت هذه يمين. وين يمين؟ هني. لا هذه شنو عادل؟ يمين. شوفينها ولا ما شوفينها؟ تشوفها ولا ما تشوفها هذا؟ ما يشيل. لا تشيل عينك. تشوفها ولا لا؟ ما اقدر، وايد صغير. خلاص. اي خلاص عادي، إذا ما تشوف قول ما أشوف. سكر يمين. سكر العين الثانية. يلا. هذه. يمين. يسار. وين يسار؟ لحظة. هذه عين. يمين. هذه الكاميرا. هذه فوق. هذه تحت. شوف شوفينها ولا ما شوفينها؟ شوفها ولا لا؟ مرت صغير ما اقدر. خلاص قول ما اقدر. صراحة الفحص لا يبشر بالخير، بس ان شاء الله خير. ما يصير تقرب تقول فوق، يروح يقرب يقول فوق. لا قاعد تقش، ما ادري شو اسوي فيه. لازم تشيك على نظره ونشوف. شوف الحين الدكتور شو يقول. ان شاء الله يعني شيء مؤقت يا رب. اذا ما تقدر تشوف من بعيد يعني نظرك صار ضعيف. من زمان كذا ما اقدر. يعني لازم تلبس نظاره. ترى النظاره تعور الخشم. قول الصج. ترى اني مسكين. اذا ملتئمه زين وعلمك شو تسوي زين؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هو تسبح بالشاليه ولبس نظاره ولعب لعب. شيطان. هذه هم شويه حر زين؟ لازم اقول لك بالضبط شنو قاعد تسوي. شنو راح تسوي؟ قطره بعدين اشيل لك العدسه. خلاص سكر عينك. ثواني عدل 10 1 اثنين. لا مو سريع كذي ما ينفع. شوف كل هذا اللي سويته ما في داعي، افتح عينك. اشوف العدسه. شوف العدسه. الحين خلني احط لك صبغه خلني اشوف عينك داخلها. ما تحرك هذه ما تحرك، هذيك كان شوي تحرك، هذه كلش ما تحرك. وتحط يدك كذي وتحرك الجفن على العين، سوي قدامي. ليش؟ العينين عشان لا شوف. يعلمك شو تسوي. شوف 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 زين.
مو تضغط كذي، لا بس تحرك كذي خفيف. يلا اوكي، حرك حرك الجفن على العين. لا حب شويه حوش عينك، يعني حوش عينك شوي. ايه وصلنا البيت وهذه باستقبالنا. شوفي ها، ما تحب تلبس دلاغين؟ ايه تلبس بس واحد واحد. ها تحب كذي تمشي؟ هذا عطر حق منو؟ عطر حق منو؟ ارش لك بس ترش لها وايد. مو الله حلوه. طلبت اللي قلت لك عليه؟ اخ طلبت وضبطت كل شيء وعدلت الارقام وسويت مسابقه بعد، اصلا عشان عيون عدول مسكين تعبان يعني يحط دواء ومحافظ وسمع الكلام. أيه. وانا قلت لهم بالشاليه اذا سمعتوا الكلام نمتوا مبكر وما عانته، وهذا لكم مفاجاه كبيره. فسويت مفاجاه خويه راح يستانسون. شريت لهم منتيله وحطيت الكود مع خصم، بس جبت لهم اشياء سنعه يعني مو اي شيء، يعني ما تغشمر ما تغشمر، اشياء خويه. شنو الكود؟ لا يكون ما حطيت كود. بيجي لايف حطيت. شنو شنو شنو؟ بيجي لايف. اشوه حطيته. حطوا الكود بيجي لايف وشوفوا. بيجي 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 لايف. حطوا الكود راح يصير لكم خصم. تحت الفيديو في رابط وفي كود، حطوا الكود اوكي. وشوفوا الهدايا اللي جايبها، شوفيني اعرف انقي ولا ما اعرف انقي، خوي ولا مو خوي. خوي حتى يا. المسابقه اللي مسويها ترى خويه خويه. تعال خلي اوريك. تعال يلا ورني. حجيه ممكن تين معانا؟ شفتوا قذلتها مسكينه؟ هذا اختي. اختي قاصه قذلتها والله صارت كوريه. بابا تبون لها يا الكوريه، تبون لها فرح كوريه. اشوفك كوريه. اشوفك الحين قاعد تسولف وياي. تعالي يلا اشوفك يا الكوريه. هلا والله. تعالي شوفي شنو مسوي. تعالي يلا. ما شاء الله شوفي هذيله، تفوق على نفسه عدنان. شوفي هذيله اي كل لعبه حاط عليها رقم اي وحاط الارقام هني. راح ناديهم الحين ونفاجئهم ونقول لهم كل واحد يختار رقم. أي. اللي يختار رقم يبط التفاخيه، نروح نجيب له اللعبه اللي نفس الرقم بالضبط. بابا. ها بابا خذ شوف تقول اوكي اوكي يلا راح نفاجئهم. فرح وياهم فروحه اكيد، هذه الحلوه اكيد وياهم. انا قلت لك اطلب بس حق عادل، ليش طالب لهم؟ حرام مساكين لان سمعوا الكلام وبوبو سمع الكلام وبشالي، وقلت لهم انا وعدتهم صج عدول سمع الكلام وحط دواء. اوي واي صج سمع الكلام حط دواء وكل شيء، بس هم اخوانه يكسرون الخاطر سمعوا الكلام وكل شيء بعد. والله يستاهلون. ابو طيب انت ابو طيب. اهم شيء سمعون الكلام. غارت غارت غارين انتي. المهم هم الحين ما يدرون هم ليش هني. انتوا ليش قاعدين هني تدرون؟ لا بابا حبيبتي تغار تغار على شكلهم. ها حبيبتي بابا. اي تدرون ليش انتوا هني؟ تذكرون فلوج بوبو؟ تذكرون فلوج اول يوم شاليه؟ قلت لكم اذا سمعتوا الكلام وصرتوا زينين عندي لكم مفاجأة كبيرة. اي صحيح. إيه. الحين هي المفاجأة. زاهدين المفاجأة؟ ايه. ها بابا تعال. حتى يدخل ايه. ايه ايه تعال. شلون هو ماسككم وماسكها؟ والمفاجأة بتحدي بعد. زاهبين؟ زاهبة؟ زاهبة؟ إيه. يلا تعالوا. تعالي تعالي تعالي. ها؟ شو تعالوا شوفوا التحدي. التحدي هو لا بالونات. خريطة شنو البالونات؟ شنو؟ عبالها بنطلع برا. مستانسة. قوانين التحدي. أيه. راح تسوون حجر ورقه مقص او كيلو باميه، واللي يطلع الاول اللي يطلع الاول هو يختار اول رقم. اول رقم يروح يبطها. وكل رقم فيه شيء خوي. خوي 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 خوي. يطلع قطوه صغيره عشان يبي قطوه صغيره عشان تختار. ها بابا ها. لا اهم شيء اني ارد عليها واسولف. ليش قاعد اسولف وياهم؟
بس ان انتوها والله ان انتوها قاعد مش خليني ايه بالعائله المينونه لا انا وين لاحظني يلا فروحه ويانا ايوه يلا زاهبين يلا سمعوا سوون كيلو باميه بس شوفوا فرح اخر وحده فرح اخر وحده تختار زين يلا عادل فرح عادي روح حنان يا سوي كيف بابا ها فرح الوحيدة لها جائزتين تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ لأن كل يوم تيجي تلمني أول ما تقعد من النوم كلهم شوفي كلهم تلمني بابا شوف بعد هذا اللي صار حبيب هي أصغر وحدة هي اصغر وحده صار 12 سنه لمك ما يخالف حبايبي هي اصغر وحده فيكم هي لها جائزتين 9 سنوات يلا هي بس هي سنوات يلا سووا حتسووا كيلو باميه يلا كيلو باميه بوي يا بوي يلا عاد الحنان حجر الغص يو اون بوي حجر اول غبي اوه يس الاول بوبو عادل حنان فرح اوكي اوكي هي بوبو تعال عندي شوفي اوكي بس مسكينة والله وعليا يلا الحين بوبو اول واحد راح يختار بوبو اختار رقم يلا يا قلبي وخر 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 ورا حامل الذي اكل اختار يلا جمال الزمان اختار بطل عيني رقم واحد الحين نقول لك شن طلع لك يلا تجيبها لا ها انت اللي تجيبها انا اجيبها يلا بوبو زاهر جاهز حق الجائزه وخر عادل عادل وخر مات بوبو بوبو من وين الجائزه ديلا يلا بطل خلينا نشوف ايش تبين انت هذه نشبه فروحة ترى ايه اشوف الرقم اشوف ايه هذا رقم واحد يلا بطلها بوبو خلينا نشوف شنو فيها لو جت هديتي من بعد بطلنها معي اوكي لما يجيب هديتك عادل انت بطلها خلينا نشوف اوه سياره مع ريموت السياره مع ريموت اوه طبعا لا تنسون تيلا يوصلون حق كل الدول اللي يبي نفس سياره بوبو يدورها بتيلا اشوف شوفوها شوفوا السيارة ولا وفي كود خصم قوي ترى انا حطيت الكود اعطوني خصم قوي بي جي لايف الكود هذه مزعجة هذه مو بس مزعجة هذه نشبة تبي لعبة بوبو يلا بوبو خذ لعبتك اخذها يلا شيلها شوف تقدر تشيلها كبيرة يا جماعة اكتشفت ان فرح نفسي تحب تصرخ وتحب تزعج الناس وتحب يعني يوم كنت كبرها يلا وين دوني يلا انت لما كنت كبرها كنت وايد هادية ايه بس هذه فرح وايد شيطانة يقول لك اخوك اختار رقم 5 صدقني رقم 5 حلوة الحين دور عادل يلا عادل ها طهذي ايه جاية تقول له شيلني لا والله
يلا تبيني انا الحين تبيك انت اي يلا يلا عادل اخذ يلا. اختار رقم الحين عناد ما راح يختار خمسة على ابوه يلا خمسة لا انا اعرف عيالي ادري انه راح يعاند وما راح ياخذ خمسة تدري ان اكبر جائزة رقم خمسة مو مصدق يلا روح ايبي جائزة يلا يلا روح ايبي جائزة وي يلا يلا عادل متحمس حق جائزتك تخيل يطلع لك شيء مال فرح مثلا شو يصير فيك جاهزين اي جاهزين شفتي المحظوظ؟ هذه رقم ثلاثة شوفيها. أوف. لا رقم خمسة احلى هدية. اوف. زين ترى ما قاعد اشوف هذا شنو؟ ها؟ هذا شنو ما قاعد اشوف؟ شوفيها سيارة رالي عودة. عدول تبدل؟ يلا تبي تبطلها؟ لحظة خليني اشوفها عدل. حاطين لها بالونات. هاتش فرح هاتش. حاطين لها بالونات. من الحين اقول له هذه لازم تحافظ عليها تدري ليش؟ ليش؟ انا مختارها وسياره بوبو نقدر نحط عليهم كاميرات صغيره وهم يسوقون تصورون لازم تحافظون عليهم وهذيل يمشون بالتراب بعد خلاص ما يمشون بالماي لا يمشون على الشارع وعلى التراب مالتك ها؟ عطها فروحة زين ترى انا احب هالاشياء شنو؟ انا احب هالاشياء خلفي والله اطلب لك هذه من كيلة تبين؟ اي ابي صدق؟ اي خلاص عادل اقول شنو تطلبها من كيلة تدري هاي كم سعرها؟ كم؟ هذه 70 دينار تستاهل حنان كتبوا لي بالكومنت كتبوا لي بالكومنت طلبي حق حنان من تيلا نفس سيارة عادل نفس السيارة؟ ايه ترى مع الخصم صار سعرها وايد زين شوفوا ايه. بقول لكم شيء ابوي هو شنو يقول 70 دينار على حنان بعدين امي تقول 70 دينار بعدين ابوي يشتريها والله اي انا قلت تدري شو طالبها هي تقول عادي تستاهل انا اللي اشتري ابوي يشتري وامي تقول لا اعطيني بوسه كم حنان عندي؟ ثنتين امي وحنان عشان ما يسوون لنا هذا ايه تبتركب هذه اي والله خلينا نركبها وانا اسوق تنكسر لا تنكسر تطيح حرام لا تطيح اوه الحين دور الخوية والجميلة والذكية يلا واللي تورنا قايمة واحد اثنين حذرة بذرة قولي ربي عند العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوه طلع لك اللي هني اي ادري بس ما ابي عناد ها لا والله ما ودي لازم تطقينهم كلهم على راسهم انا اسوي شيء انا حاشد يلا روحي بالهدية يلا اوه اشوف رقم 4 اوه اشوف رقم 4 صح يعني عندي احساس ان هدية حلوة يلا ورينا يلا بطليها والله محظوظين كل واحد حظه حلو لا يعني احس انا بعد محظوظ احس ابي ما اعرفه بطله عادي الوخر انت كله تشق لهذا حتى ما هو تشق امي كيفها يلا شنو؟ شنو هذا؟ مثلها اك اي بقول لك كل شيء تسكت والله حنانو انت العابك اللي توصلت كلها نقدر نسوي فيها تحديات ونستانس اي بقول لكم شيء احنا لما نسوي زواره كلنا نقعد نلعب فاحب هالالعاب انا ويروان نقعد نلعب كلنا فالحمد لله ما مالت عدل عشان ما يتنحس معنا اي هالمره شنو هذه شكل هذه تمثلون عرفتي؟ اي يقولون ان هذه فيها 300 تمثيل يعني كروت تمثيل
اشياء خليجيه واشياء عالميه، ويعني يصيرون تيمز من 2 لـ 4. وايد حلو هذا. انا اذا انا ويا ابوي وعدول بنفس الفريق، الفريق راح يولع. هذه لازم نجربها. شوفوا شوفوا عليها سحبه، شوفوا عليها سحبه، بتشوفون الصوره عاد شو المثل. اه توني ايه عليها سحبه الجاي. مثلها عدل. ايه يلا منو اخر وحده؟ فروحة. اوكي اختار لها. يلا بوبو يبي يختار حق فرح، لان هذا شيء خطر ما نقدر نعطيها بيدها. بوبو ليش انت؟ لاني حلو. ليش انا؟ لاني صرع. يلا بوبو اختار. بس بقولك شيء، ترى فرح لها جائزتين يعني رقمين، انت اي رقم تبي؟ انا بقول نفسي هندي واختار. صلك صلى ساعة يقولوا اختاروا 5 وما اختار 5. اوه غش غش غش، ما يصير. لا احنا قلنا الجائزتين حق فروحه. انا مو عن هذا، عادي تاخذهم عليها بالعافيه. بس ليش بوبو بطل بالونتين؟ لازم عادل اللي بطل. تدرين ليش بوبو؟ ليش انت اللي اختار؟ لاني حلو. اوه لانه حلو صح. من قبل كنت اقول ان انا حلو، انا الحين حلوه يعني وكذا، بس يعني قمت احس فيكم شيء. لا والله انا ويا بوبو حلوين. يلا يلا مشاير جيب الهديه. خذوني شوفوا شوفوا. ها تحس فيكم بس ما تحس فيني. لا اقولكم ليش؟ ليش ما اشوفها طول اليوم كلها نايمه؟ زين ما له شغل، ما له شغل، هالموضوع كله ما له شغل. هو لازم كل فلوق يكون حنان كلها نايمه، حنان كلها نايمه، حنان كلها نايمه. حتى احنا ما نشوف عادل كله بالجيمنج روم، كله قاعد يلعب فورتنايت. انا اجي لكم كذي الفير. سلام عليكم الفير. ما شاء الله. الله فروحه فروحه كا ماما فروحه كا. الله اذا طلع شيء وايد حلو حنان مو هذا تخرب. اي اي ما يصير صدق. انا احب احط اشياء بغرفتي يصير شيء ديكور حلو. لا انا طالب شيئين حق فروحه كيفي. لا ابكي لما تقولين بس هذه فروحه كل يوم تجي تلمني. طلب لي نفسك بعد. يلا خلينا نشوف. يلا بطلوا فروحه. هذا اللي قاعد بطلونه بساكن هذيك تبطلها. شوفوا شنو هذا؟ ما يصير زمان فار عطوني اياه. ما يصير البوكس. انا ببطله. يلا حنان حنان يابت شيء. حنان تودي وراك تودي وراك. يلا بطلي بطلي درباش على ايدك. حنان قبل خروفه ما اقدر. ترى اليوم جستوتي سويت انجاز. طيب اوه شنو؟ يلا ورينا. يمار 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 يمار. زين هذه حق اختك انا جايبها باربي. زين يمار هذه اشوفها تيك توك ما ابي ارميها. تبين تيك توك؟ والله اشوف ورينا يا اخي اشوفها. زين زين خليني اشوفها خليني اصورها. أشوف. ما تدرين اي لون لما تبطلين؟ اي ادري يما. ما يصير الاجانب هابين فيها، ما يصير في الروحة كذي. هذه من كذي النتفة تاخذ. وين النتفة؟ شوف النتفة. الله بالنتفة ما تدري على الدنيا. يما ما تدري خلوها. الحين شنو هذه؟ خلينا نفهم. تحطين الباربي بالماي. اي زين هي لونها وردي، بعدين يطلع لونها الحقيقي لون البشر اللي متعودين عليه كذي هذا. زين اوكي. وبعدين تسوين شعرها يطلع لون شعرها على حسب واحده من هذول. شلون تسوي شعرها؟ باروكه تجيبين اسفنجه مالت يعني في اسفنجه داخل. اي وتغسلين راسها. ايه؟ عشان يتنظف راسها تحطين فوقه باروكه. يعني هذه نسويها الحين تبي ولا اذا تبونها بالفلوج الجاي حنان تسويها لكم؟ قولوا لنا. خلي يكتبون خلي يكتبون تحت بالكومنت عشان حنان بالبلوج الجاي تسوي لكم هذه اللعبه وتوريكم اياها. حنان مالي شغل. مالي جيتها بغرفه حنان. والله والله حلفت. انت شلون حنان؟ ليش زعلان؟ والله والله. ستوب ستوب. انت محامي فرح؟ ايه. خلاص اوكي ما نحطها في غرفه حنان. والله
زين لحظة 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 ممكن سؤال عادل؟ انت مو امس السؤال انت مو امس معبي $50 انت وبوبو هي ما قالت شيء صح صح خلاص صح بس ليش ما تاخر يا اسطوره عدل عدل يبان ما يصير لما تجيبوا لي مشان واقول ابي اي انا عشان كذي عشان كذي عشان كذي عشان كذي قاعد اذكره انا عشان كذي قاعد اذكره اوكي يلا اللعبه الثانيه نسيتوها كلها بالباربي شوفي فرح فرح خذت باربي راحت قطتها هناك بعيد ويت شوفي يلا بروح قومي قومي تعالي مالت بنات مالت بنات هو بيعطيه حق فرح بس يلا عادل تعال بطل هذه عادل الله الله ما يصير انت شنو تبين السياره تبين الباربي تبين هذا طبعا هذه الستايلينج هيد مال مستانسه وايد مستانسه بقول لكم شيء شفتوا هذول الـ OL فرح سكتي شفتوا هذول الـ OL ترى يجيبون فرح شي نفس وياها صدق والله خلينا نشوف شوف هو بالاساس لعبه فروحه بس حيكون في غرفتي لما فروحتي بتلعب تجي تلعب يعني حنان حظها حلو يعني انتوا عائلتي عشان شي حظي حلو واو عشان عندي ابو وايد حلو واو وايد حلوه واو وين وايد حلوين احلى واحد بوبو الحلو واو واو اشوف واو هذه زهروان ما تشوف زهروان صدق ايه يلا ها بيبي تقولش بيبي ايه هذه بيبي هذه بيبي الله شكلي ما راح اخذ غرفتي ايه طبعا هي هني عندها وايد اشياء عندها اكسسوارات وعندها نغير الالوان زين حق شعرها وكذي واغراضها كلها هني عرفتوا نفس كتب كذي صغيره داخلها اذا تبون نصور بالفلوق الجاي كل شيء يعني شو يلعبون فيها راح نصور بس لازم يكتبون تحت بالكومنت يبون الباربي وال شو اسمها هذه ال او ال عشان نسوي يلا باخر شيء نقول لكم احنا نحبكم وايد 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 مشكورين على كل شيء واخر شيء شنو نقول لهم باي.